مجلس الأمن صار في فيتو على الدول، وعندنا بلبنان بالمستشفيات صار في فيتو على أشخاص. توجه فريق للنشر بكاميراته الخفية إلى المستشفى للتحقق من الموضوع وتوثيقه. بعض الفيتو؟ وبعض الفيتو؟ ايه؟ طب ليش؟ طب مع مين بدنا نحكي؟ ما بعرف، مين مسكته رئيس مستشفى؟ شو اسمه السيد؟ بس انه ليه منعينه من المستشفى؟ قايلين لك انه ما تفوتيه؟ لا انا ولعائلتي. ب 13/5 بيي كان عنده حاله مرضيه، تلفنا للحكمة تبعوله قال بده يستدعى دخول المستشفى. كان عم تجي جلطات. تلفنا على المستشفى قال ما في محل. من بعد ما دفنا وعملنا الدفن وخلصنا رحت انا على المستشفى عملت كريزة ميجران. رحت على المستشفى قال لي بالعادي بروح لهونيك بيطلوا في حكيم تبعنا تبع العائله بيتابعني هونيك. طلبت منه يحكوا قال ممنوع نحن نفوت لانه علينا فيتو. ليه علينا فيتو؟ لانه من بعد ما توفى الوالد طلعت على راديو اف ام معينه قلت لهم القصه 1 2 3 وما فوتوه كذا، بس نحن لا زمينا بالمستشفى ولا زمينا بأي حكيم. ولأن الموظفة لم تكن لديها الصلاحية سوى لمنع بول من دخول المستشفى، توجهنا في اليوم التالي برفقة الوالدة لنلتقي إحدى الراهبات، وكان هذا ردها. سرناها أنا عم بدي فوت بس عم بقول لك لأنه أنتوا حاطين علينا فيتو. إيه ليش حاطين فيتو؟ كل اللي عملناه مع بول تبعنا ما بنسمع، راح يتشكل الوزارة بول. بدي أقول لك شيء. وراح يحكي عنا بالراديو. لا بس أنتوا المخطئين. من الأول ما بيجي بول لهلأني مش مقصرين شيء. لا إيش ورفضوا جمعة المعارضة. من بعد ما صار إيه رشا، إيه خلص روح يتحكم بالبول. عم يتشكى علينا يا عمي، روح يتحكم بمطرح ما بيتشكى عليهم. في شيء مش عاجبه، يروح يتحكم بمطرح مش عم يتشكى عليهم. إلتا إجا ابني تيعمل إبري رفضوه على مستشفى رزق وحياة أولاده. ليش؟ لأنه أنتوا هون قلتوا له ما فيتو. إيه فيتو. خلص يروح على غير مطرح. يا عمي مش نحن طيب بس بالدنيا، بنحكم في كثير. هذه الحادثة تتكرر في الكثير من المستشفيات، إلا أن الجديد في هذه القضية استعمال كلمة فيتو. رئيس نقابة المستشفيات سليمان هارون بدوره أكد أن للطرفين حقوقاً وعلى كل طرف تقدير دور الطرف الآخر. المريض له حق بالطبابة وتصله كل العناية اللازمة، بس بنفس الوقت يعني المريض عليه واجبات وأهل المريض عليهم واجبات تجاه المؤسسة. ما في شيء بيمنع المستشفى إذا بدر شيء خطأ انه تقول انا يا اخي ما تاخذوني ما بدي استقبل هالشخص. ولكن اذا كان الشخص بحاله خطر لا تسقط كل هالامور هذه. اسره العنايه الفائقه بلبنان منا كافيه لتلبيه الاحتياجات. والكلام انه يدووه بالطوارئ او يحطوه بحيالله غير في هذا كلام منه ما بيوصل على نتيجه. هيدا بيبقى بده عناية مكثفة لأنه إحنا علينا فيتو ببيت البهو. إيه فيتو خلص يروح على غير مطرح. أنا بس ثاني بس بدي أعلق على شغلي على كلام النقيب هارون. بصراحة نقيب ما فهمت رأيك، يعني أنا شخصيا ما فهمت رأيك، يعني ما فهمت شو هو الرأي. بغض النظر أنا قبل ما نبلش حديثي أولا معي الأستاذ روي أبو شديد هو وكيل مستشفى مار يوسف، ومعي مدام نوال صليبة باهو العائلة اللي يقال أنه في فيتو معمول عليها في المستشفى. قبل ما بلش أنا شخصيا من تجربة خاصة مع مستشفى مار يوسف بقدر أعطي شهادة بحسن معاملة هالمستشفى من تجربة خاصة معهم. ولكن رغم هالشي لأنه نحن مع الحق وما بزين الميزانين، لما وصلتني الشكوى شفتوا أخذت الكاميرا ورحت على المستشفى. أنا هالمستشفى زايرة أكثر من مرة وكانت المعاملة جيدة، بس نحن لحقنا الحق. نقيب أنا ما فهمت من رأيك شيء، يعني ما لخدت منك لحق ولا باطل.
اللي نحن بنعرفه قبل ما بلش بالحديث، بنعرفه انه في حلفين يمين، بنعرف شيء تاني انه اذا بحالة حرب الحكيم او الطبيب او المرضى او الطبيبة عدوهم بالارض منصاب بيعالجوه لو كان عدوهم، ومن ثم تتخذ الاجراءات فيما بعد. هيدا اللي نحن بنعرفه وهيدا اللي نحن وصلنا، اما الامور الباقية خلينا نستمع لها. خلي بلش روي وبنعلق عليه، تفضل استاذ. تفضل. بونسوار توني. بونسوار. بس بدي بسرعة قصة. انا بس عندي مقدمة، يلا. اول شيء عندي تعليق على المقدمة اللي تم ادراجها قبل انطلاق اللي بتقول فضيحة الفضائح بحق الانسانية. هيدي المقدمة مجحفة بحق جمعية راهبات الصليب ومؤسس هالجمعية يلي نعرف. بس استاذ لخبرك شغلي، انا عرفت حضرتك، ما انا سبقتك، بعرف. ما انا سبقتك تجربتنا مع هالمؤسسة بالذات، ان كان دار الصليب وان كان المستشفى ان كان كبرنامج وان كان انا كشخص احكينا عنه. انا بس بدي منك يعني، وما حدا ناطر نعطي شهادة بما قدمته هذه المؤسسة، لانه انا بدي منك عن الحالة اللي صار هذه الحالة كيف بنعالجها. نحن بهمنا نأكد توني انه نحن ما في ولا مريض بيوصل على مستشفى مار يوسف وبينرفض، حتى بالحالات اللي ما بيكون في سرير متوفر، إذا كانت الحالة على درجة عالية من الخطورة ولا تحمل أنه تنتقل على مستشفى آخر، بحالات معينة منفضي غرفة العناية الفائقة ومنظهر شخص تنحط حدا. شو صار معهم؟ يلي بدي أقوله أنه بيت البهو هن أفراد العائلة اللي عم بيقولوا في عليهم فيتو، هن بول ونوال وبشارة الله يرحمه وخيون دوري. أنا بس بدي بيّن إذا بيبين على الكاميرا هون كم مرة دخلوا على المستشفى قبل وفاته. قبل وفاته هي المشكلة صارت بعد الوفاة. أنا بدي أوضح شغلة صغيرة، اليوم نحن في تاريخ 3 سنين و4 سنين و5 سنين بمعدل مرة أو مرتين أو ثلاثة بالشهر عم بفوتوا، ما كان في أي فيتو. نحن نتكلم بموضوع معين. هل يحق لمستشفى أن ترفض مريض تقول له أنت عليك فيتو، ولا بحكمه وبقول له يا ابني ما بقى بدي اشوفك هون مره ثانيه لانه انت غير مرغوب بوجودك؟ مظبوط. خليني اشرح لك توني شو صار ليله 13/5 بتاريخ الوفاه. بتاريخ حصول الوفاه قبل بليلتين كان موجود عندنا بالمستشفى وما كان في فيتو عليه. انا ما عم بحكي عن ليله الوفاه، انا عم بحكي عن دخول بول وقالوا له انت ما فينا نحكمك، ما بنقدم لك المساعده لانه عليكم فيتو. هل بدي اياها؟ هيدا الحكي تم بمعرض دخول، مبين دخول مسرحي معين. لا أول مرة، تاني مرة مسرحي. لا توني، لأنه لما دخل أول مرة هو داخل 20 مرة ومحكمينه، بيبين هون كم مرة داخل فوق 30 مرة ومحكمينه ومش مقصرين معه. اللي حصل الكلاتش معه لا ب 13/5. بس خليني اوضح لك، ما عم تحكيني على فترة قبل ما كان في فيتو. يعني انتو هذا الزلم يفيت لعندكم كذا مرة، يعني خير دليل انه هالزلمه ما عم بيمثل، يعني عنده سوابق مرضيه مفروض تعالجه. مدام من شباط، نعم، زوجي فات على المستشفى مرتين، بيقدر يجيب الاوراق، قعد بالمستشفى وبحكمه حكيم بنحبه بنحترمه اكثر من حكيم، وما عندنا بيننا وبين المستشفى شيء، نعم، صراحه وبنحترمهم. الزلمي حياته كانت صعبة، يعني مرضه صعب والحكيم بأكد ذلك، فصرت تدهور صحته شوي 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 من بعد ما طلعناه آخر مرة. نعم. مرتين بس فات. يا ريت بسرعة شوي، بدي وحياتك. نعم. ما في شهر دهور. عم تحكي في وحياتي لأنه ما في هذا الواضح، هذا الواضح. تفضلي. ليل قبل ما يموت بليلي، قبل ما يتوفى بليلي، صار معه جلطات كتير. نعم. تلفنا لحكيمه، قال خدوه على المستشفى، لا سوان ولا ما سوان، ما معنى خبر. نعم. سوان أبدا. تلفنا لوليد يلي هو بالطوارئ. نعم. قال ما في مطرح. دقيقة لجأ لي ابني، ما في مطرح. قلت له أنا وحياتك لو انه بالكوريدور تبع الطوارئ تحطوا له اكسجين، قال له شيء ما في مطرح. بس لج علي ابني قال له حتما في حدا وراه، قال له ما في مطرح، في فيتو عليكم. هلا بس لقينا في فيتو، حتى طلبنا الامبولانس
إذا ما في من المستشفى موافقة ما بيجي أمبولانس. المهم يعني تاني ليبي بده لي قبل ما يتوفى بشي نص ساعة قد ما بكي ابني وعم بيموت قدام علينا ودموعه عم تنزل. راح ابني على مستشفى ماريوس تيعمل إبري للميجران رفضوه الفي فيتو عليكم. بيروح على مستشفى رزق وبياخدوا شخص بيكون بيو موظف هوني بيعمل إبري وبيجي. نعم. لقي بيو توفى بمشواره. هلأ نحنا زعلنا لأنه يعني راح ابني وديه أنه بيو مات. المستشفى نحنا قضية سياسية شيء؟ لا. هاي قضية مرض. عشو الفيتو؟ أنت برأيك عشو الفيتو؟ لا باردون شوي فات مرتين ما في غيرهم. بتعرف شو؟ لأنه يمكن بينزعج حدا إذا بالليل تلفنا للمستشفى إنه بدنا نفوته أو حكيم بدنا. مين الحدا يعني؟ ما بعرف والله. الراهبة ذكرتها قالت لي بالليل عم نتلفن للحكيم وبينزعج يعني مش مظبوطة دايما تلفن. خليني أوضح شغلة صغيرة هون. نحن اليوم ابنه لبشارة فات، ابنه للمرحوم بشارة فات بثلاثة وبأربعة خمسة قبل بخمسة أيام ما كان في فيتو. اللي صار مثل ما حضرتها قالت إنه مزبوط حصل اتصال على الهاتف وقالوا بدون ينقلوه على ماريوسف. بماريوسف إذا ما وصل على الإرجانس وكانت المستشفى مليانة بيعتذروا منه بيقولوا له ما تجي بل أمن اتصال بغير مستشفى. ولا مرة كان في اعتذار. عزت عليهم بمحل معين يمكن بعد حبيبي ما بتعرف. طيب إيه. انا هون ما بدي ارجع على موضوع الوفاه. انا بدي ارجع بعد الوفاه ما في فيتو. توني باكد لك ما بعد الوفاه صار اليوم صورناها اليوم كمان. اليوم توني فاتوا امبارحه. اليوم شخص فات بحاله صحيه معينه على الارجانس لا بيسالوا شو اسمه ولا شو طايفته ولا شو جاي يعمل. واللي سمعناه شو اللي سمعناه كان فايت شخص عم بيتنزه على الارجانس إيه؟ بحاله معينه بيعرفوا اذا هيدي فايت عم بيمثل المرض لا. ولا في حاله مرض لا. كون بيقولولو اكيد بيقولوا لا يعني لا بيقولوا ما في هن من الشكل اللي بيقدروا يعرفوا اذا انسان هيدا الفيل مجتزأ. ما نبرر يعني ما يكون عندنا عذر اقبح من ذنب. هيدا الفيل مجتزأ. خلينا بالذنب. انا بقول لك الفيل اللي ممكن يلاقي له حلول. صار في اتصال قالت لهم حكينا مع دكتور المسؤول عنك واللي بيعالجك. نعم. قال هو بالكلينيك تبعه بتطلع لعنده. ما قال لهم لا بدكم تعالجوني هون. قال هون نحن بالارجانس ما في عندنا امكانيه نعالجك. هيدا الحكي انا مستعد اكد عليه. هيدا الحكي اللي صار نتيجه هالشيء بلش الدباي اللي حضرتكم نقلتوه ويلي هلا عم نعمل منه شو رسالة فعليا. المستشفى ما بترفض حدا. ان شاء الله ما يعوزوا مستشفى مار يوسف بس اذا لا سمح الله عزوها باكد لك توني انه هن مرحب فيهم مثلهم مثل غيرهم. مثل رابي ما قالت هيدا الكلام. هلا شو هيدا الحكي مجتزأ. رابي قالت ما بيعجبكم حكمتنا في مستشفيات غيرنا. هيدا الحكي مجتزأ. الحكي هيدا اجا بعد ما قالت هيدا عاد عم تتهمنا انه نحن عاملين لا بس انتم ما حطيتوا كل الفيلم توني. مش وقتها ما فاتت صار في كل الحكي. اذا بتحط كل الفيلم بتحب تاخذ معك كل الفيلم؟ اكيد نحن بنعمل لك نص عن مشكلة. كل الفيلم بس انا بدي اتشكر حضوركم معنا بس لانه الوقت بدي اقول لك شيء بس توني رسالة الطبيب او الحكيم. احنا ما عندنا شيء بالنسبه للحكمه. نعم. كلهم بنحبهم ولكن انت تشوف شخص قريبك عم بيموت قدام عيونك شو رسالتهم. وانا اتصلت ليلتها بالدكتور هارون وصلتها للوزير قال ما في شيء عليكم رحنا في فيتو. شكرا لك مدام نوال صليبة باهو. شكرا لك استاذ روي ابو شديد. برجع انا اقول لا مستشفى مار يوسف تحديدا اذا عم بتحبوا توضحوا اي شيء ما توضح بحلقه الليله منبرنا مفتوح لكم. وانا برجع مره جديده بقول انه علاقتي يعني احترافيتي المهنيه بتخليني انقل الوقائع كما هي. إنما كعلاقة شخصية أنا ما بقدر إلا أحكي كل خير وكل جيد عن هذه المستشفى وإدارة هذه المستشفى.